اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة الإيمان، ولك الحمد على نعمة القرآن، ولك الحمد على نعمة العافية والمعافاة. اللهم لك الحمد على نعمة الأمن والأمان. اللهم لك الحمد على نعمة الأمن والأمان. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين، وصل على نبينا محمد في الآخرين، وصل على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استمطرت به أمطرت. سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم. ربنا تم نورك فهديت فلك الحمد، وعظم حلمك فغفرت فلك الحمد. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، وتجيب المضطر، وتكشف الضر، وتشفي السقيم، وتغفر الذنب العظيم. ولا يجازي بآلائك أحد. سبحانك وبحمدك، سبحانك وبحمدك، سبحانك وبحمدك. سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، سبحان ذي الملكوت والجبروت، سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك سوء وشر ما قضيت، إن
إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا وسائقنا إلى جناتك جنات الخلود اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شافيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا غائبا إلا رددته ولا مسجونا إلا سرحته ولا أيما إلا زوجته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مسيئا إلا تجاوزت عن سيئاته برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعف عنا يا الله. اللهم اعف عنا يا الله. اللهم اعف عنا يا الله. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اجعلنا من عبادك العتقاء. 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 اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب أحبابنا ورقاب إخواننا وجيراننا يا الله. اللهم اعتق رقاب أمة نبيك محمد. اللهم اعتق رقاب أمة نبيك محمد يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا ها نحن ببابك واقفون. إلهنا ها نحن ببابك واقفون. ها نحن ببابك واقفون وبخطايانا معترفون. إلهنا لا تردنا عن بابك. إلهنا لا تردنا عن بابك. اللهم إنا نسألك أن تغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا يا الله. اللهم اغفر ذنوبنا يا الله. اللهم إنك أنت الغفار. أنت أرحم الراحمين فأنت غني عن عذابنا. فأنت غني عن عذابنا يا الله. اللهم اجعلنا من أهل الجنان. اللهم اجعلنا من أهل الجنان. اللهم اجعلنا من أهل الجنان يا الله. ونجنا من النيران.
ونجنا من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. إلهنا وسيدنا ومولانا أنت خالقنا ورازقنا ومدبر أمورنا. إلهنا أنت الغني عن عذابنا. إلهنا أنت الغني عن عذابنا. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم أمنا يوم الفزع الأكبر. اللهم أمنا يوم الفزع الأكبر يوم يقوم الناس حفاة عراة اللهم أمنا يا الله. اللهم ارحم وقوفنا بين يديك. اللهم ارحم وقوفنا بين يديك. اللهم ارحم وقوفنا بين يديك فأنت أرحم الراحمين وأنت أكرم الأكرمين. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم لا تحرمنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم لا تحرمنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم لا تحرمنا بالنظر إلى وجهك الكريم يا الله، فإنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إلهنا
وسيدنا وخالقنا ورازقنا إلهنا، أنت غني عن عذابنا، اللهم لا تشوه خلقنا بالنار، اللهم لا تشوه خلقنا بالنار، اللهم لا تشوه خلقنا بالنار، اللهم حرم وجوه آبائنا وأمهاتنا وأحبابنا عن النار، يا عزيز يا غفار. ربنا ارحم والدينا كما ربونا صغارا، ارحم والدينا كما ربونا صغارا، ارحمهم يا الله. اللهم من كان منهم ميتا فتجاوز عنه يا الله، ومن كان منهم حيا اللهم أطل عمره في طاعتك، اللهم أطل عمره في طاعتك، وارحم الأموات منهم يا الله. اللهم ارحم أمواتنا، اللهم ارحم أمواتنا الذين لم يحضروا معنا في هذا رمضان، اللهم ارحم أمواتنا الذين لم يحضروا معنا في رمضان، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد يا الله. اللهم إنهم نزلوا عندك ضيوفا فأكرمهم، اللهم أحسن وفادتهم يا الله. اللهم من كان مسيئا منهم فتجاوز عن سيئاته، ومن كان محسنا منهم فزد في إحسانه يا الله، وتجاوز عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا، وما قدمنا وما أخرنا، وما أنت أعلم به منا يا الله. وقفنا بين يديك، مددنا أكفنا إليك رهبة ورغبة إليك يا الله. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا في هذه الساعة المباركة من النار يا الله. اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم استر سيئاتنا يا الله، اللهم عافنا يا الله، اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا يا الله، واجعلنا من أهل جنانك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تجاوز عنا، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم تجاوز عنا، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا الله. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، إلهنا وسيدنا ومولانا، نرجو عفوك، نرجو عفوك، ونخاف من عقابك، ونخاف من عقابك يا الله، نخاف من عقابك، لا نقدر على عقابك يا الله. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل الصيام والقيام والصلاة، اللهم تقبل الصيام والقيام والصلاة وتلاوة القرآن. اللهم اجعله في ميزان حسناتنا يوم نلقاك، اللهم اجعله في ميزان حسناتنا يوم نلقاك، اللهم اجعله في ميزان حسناتنا يوم نلقاك،
فإنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا، فإنك أنت الله لا إله إلا أنت، فإنك أنت الله لا إله إلا أنت. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احفظ أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم احفظ أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن شمائلهم وعن أيمانهم ومن فوقهم ومن تحتهم يا أرحم الراحمين. اللهم احفظهم من مكر الماكرين، اللهم احفظهم من كيد الكائدين، اللهم احفظهم من حقد الحاقدين، اللهم احفظهم من سحر الساحرين. اللهم اجعل مغربنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ مغربنا يا الله، اللهم احفظ مغربنا والشعب يا الله، اللهم احفظ مغربنا يا الله، اللهم اجعله رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعله سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. جلالة الملك محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين، اللهم انصره نصرا تعز به الدين. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه يا الله. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً.